احنا جامعنا اليوم كان عندنا واحد الجامع تأسيسي على الصعيد هنا في الرباط، وكان واحد كان حضور قيم، وناقشنا مجموعة من الأمور تتعلق بوليداتنا وبنياتنا، وخرجنا بواحد الخلاصة أساسية هي أنه إن شاء الله غنوجه رسائل في الموضوع إلى صاحب الجلالة الراعي الأول للطلبة المغاربة، ونوجه رسائل إلى رئيس الحكومة وإلى وزير التعليم العالي وإلى وزير الشؤون الخارجية، كلها تصب في إطار إدماج أبنائنا وبناتنا في الجامعات الحكومية. هذا هو المطلب تاعنا الاساسي اللي خرج به الجامع العام التاسيسي. احنا عرفنا مشاكل من بعد داكشي اللي وقع في اوكرانيا واللي باقي واقع، فكانت هذه فرصه زوينه اننا جينا لهذه الجمعيه هذه اللي كيديروها اباء واولياء الامور ديال التلاميذ اللي هما حنايا، وحاولنا اننا نهضروا على كاع النقط اللي كيعاني منها الطالب ولي سوليسيون اللي ممكن اننا نلقاوها، وخرجنا باتفاقية أننا غادي نحاولوا ما أمكن أننا نتواصل مع كاع الجهات المعنية للإدماج في المدارس الوطنية الحكومية المغربية أولا وقبل كل شيء، وكنحاول أننا نلقاو المساندات مع حتى الناس اللي على برا، حتى الناس اللي ماشي معنيين بالأمر، كنحاول أننا نوصل لهم الفكرة أننا حنا كنعاني، وحنا حتى حنا طلبة منكم خرجنا من المغرب على اساس اننا نكملوا قرايتنا، وقع حرب، يعني ظروف قاسيه جدا ونفسيه صعبه بزاف، وكنحاول ما امكن اننا نقول الطلبه اللي بحالي بحالهم عاونونا وعطينا انتم الصوت ديالكم، راه كنقراو حتى حنايا وراه عندنا كفاءات، والحكومه المغربيه حتى هي تسمع الصوت ديالنا وتعرف باللي حنا راه بصح سيغيو وباغي نحلوا. لقنا جمعيه غادي نعملوا على التنشيط، غنضيفوا قيمه مضافه لهذا الوطن، ولكن الاساسي الان والراهني والاولوي هو الادماج ديال الطلبه والطالبات العائدين الى المغرب من اوكرانيا في المؤسسات الجامعيه العموميه قبل، لان الان السنه الدراسيه هي على مشارف الانتهاء. كان هناك بلاغات، كان هناك تصريحات من مسؤولين أعلى المستوى على أن هناك سعي إلى الإدماج، ولكن لحد الآن شيء ملموس لم نره الآن. نتمنى وأملنا في الجامع، أملنا في مسؤولين في التعليم العالي، أملنا في مسؤولين في وزارة الخارجية، أملنا في جميع المتدخلين وجميع الفاعلين أن هاد الأبناء هاد الطلبة هما يشكلون قيمة مضافة باحتضانهم، لأن الدولة سوف لن تخسر، بالعكس الدولة رابحة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.